ايه ده؟ لا مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه اللي يسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون، أنا مش فاهم دي إيه؟ ده شيء زاد عن حده. يا حبيبي ملاك نايم وسط الزبالة، في كده في كده، وإيه دي؟ إيه دي؟ حد ينام في بيت عقلك؟ إيه ده؟ كوتشيني المنوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حاضرنا كده ليه؟ وإيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ أنت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش أنا دلوقتي، سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. هو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويصفيها في بيتي؟ أصل البيت عندهم ضيق. أنت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، أنت تعبتني. قوم قوم من وسط المزورة اللي أنت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طيب يا بابا. حاضر وأنت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان أحط دول هنا. يلا. في الكوباية؟ أمال أرميهم في الأرض؟ لا ارميهم في البتاعة اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وإيه دي؟ جزمتي. ما أنا عارف إنها جزمتك، وأنا قلت شكتتك واخدها في حضنك ليه؟ ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. قوم بقى، ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب قوم. طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع لك. ترجع لي فين يا ولد انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو اهو قوم. قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخوي على الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراد دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما ضبط البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لهم يا جماعه. ايه ده العيش بقت ليه كده؟ ده فول ده حش حش جبنه مربى نخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه يا بابا، ده بني ادم مقرف. ما جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كل ده كده. طيب ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت. ما في بني ادمين بيرزعوا البيبان عادي يا بابا. الله. طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك. طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعة عمالة تقولي ثانية واحدة. هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسمه السجاير. هو انت يا اخي خبطتني؟ امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روحي البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدريب السباحه ده. دي بقى اسطوانه كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه؟ هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي. كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي، اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خير بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه،
اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره تانية. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت جباني، انا ما عادش عليه الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك له. ايه فاكر نفسك بتشتغل فتكيه؟ ايه اللي جابك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر، انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا، تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك. خدت الدبليو سي ثانيه بس واجيلك. اوكي حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في لو سمحت ممكن كوبايه ميه؟ ايوه كوبايه ميه. كوبايه ميه. ايه ده سميره؟ سميره بهيم. زكي عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه يا سمس؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك انت؟ اخبارك ايه؟ الحلاوه دي لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده خطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله. فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه؟ شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزر. الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما تقلش غيره. لا اخشى عليك اخشى عليك. بصي تعديت منه كنت هقول اخشى عليك. معقوله كده؟ يا حبيبي. فاكره فاكره يا بنت، فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده؟ ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتي كنت قطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره شكري فاكره. ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام. بس ده كان في سنه ثالثه بس. انا بتهرب. شكري انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيبها لك بالثلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيد. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو، هو ما اتغيرش، بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيد. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميره بهيج. ذكريات ذكريات زباله يا زباله. بذكرياتك الزباله دي يا تافل، طول عمرك تافل طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي مشكله في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دبله يا دبله، مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري، ثلاث سنين على سميره كتير. ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش مفيش مسؤول هنا يا جماعه، مفيش مسؤول. ليه ليه مسؤول ليه يا ليه جماعه؟ مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ عطك المسؤول في ايه؟ فعدتك انا رحت دبليو سي ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما اتاخرتش، ثلاث ثواني لقيته قاعد بيقول لها سوست، ولما كنت ماسك لك السوسته وزمن السوسته اتفتح. حصلت حفان سيادتك، حفان سيادتك. هو مش عايز افهم حاجه. هو 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 خاطب واحدة أصلا زبالة سوستة، أعملها إيه؟ جيب لي حقي يا باشا، جيب لي حقي. حصلت بره بره، مش عايز أشوف خلقتك تاني هنا خالص. ده أنت زبالة وهي أزبل منك. بره. وأنت فوتك وقع الدهن من على الحيطان. بره. إيه يا حازم؟ أنت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله، أمال الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ أحلى وردة لأجمل بنت في الدنيا. آه ميرسي قوي. دي سارة، يلا بينا نمشي بقى على حسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ طب عمر راح فين؟ بابي. اهلا يا عمر، ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس بس البسين برد قوي، انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قولي لسارة كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهارده. والله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي، هستناكي النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا باي باي. باي باي. الحمد لله. قوم سيادتك من فضلك هات لنا الغدا بسرعه، انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم، اشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دهوت من صباحية ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل ادفي الزفت ده وتخش نام على طول. خمس دقايق ونص دقايق ولا دقيقه واحده، كلمه ورد قطار، تخش نام دلوقتي اهو. اتفضل.
انا حاليا منين ولا منين؟ يلا بقى تصبح على خير. تصبح على خير حازم. انا ما بحبش الطريقه دي، وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين ما تفكيها بقى، بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه وانت طيبه يعني. باي 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 باي.